هللويا. تفضلوا اقعدوا. عايز يعني اعبر بطريقه شخصيه عن مشاعري قد ايه العيله الجميله دي وحشتني الشهر الماضي اللي اتحرمت من الوجوه الجميله ديت. حاجه مفرحه ان اللقاء الاول ده يكون لقاء بيجمع الكبار والصغيرين. احنا زي ما احنا شايفين كده نص فريق الترنيم اكتر من النص شويه من الشباب اللي مفروض اجتماعهم بعد الظهر، بس النهاردة احنا كلنا مع بعض طول اليوم. طول اليوم في الثلاث الاجتماعات احنا جايين نطلب ربنا وجايين ككنيسة واحدة، كبار وصغيرين من مختلف اجتماعات الكنيسة وانشطاتها المختلفة، جايين نقضي وقت قدام الرب. عايز قبل ما ابتدي يعني أعبر عن شكري الشديد والعميق أنا وزوجتي الغالية إيمان للملائكة اللي ربنا بعتهم لنا وإحنا في أستراليا مع بداية رحلة المعاناة بتاعتنا الصحية. أنا وهي الحقيقة أنا وهي كنا عيانين، مش بس أنا لوحدي، لكن معنا هبة حتى هنا، هبة وناصر الحقيقة يعني من الملائكة اللي استقبلونا واعتنوا بينا طول الرحلة، كمان الدكتور مدحت وجيجي مراته، وكمان سحر مدام سحر في المستشفى. ربنا بعت لنا ملايكة الحقيقة وقفوا معنا طول الرحلة دي عشان يسندونا ويسلمونا بسلام للطيارة عشان نرجع وان بيس كده، مش أجزاء مقسمة لكن نرجع حتة واحدة. عايز أشكر كل الناس اللي صلت من أجلي الفترة اللي فاتت ديت أثناء العملية وبعد العملية، لأن إيد ربنا كانت مهولة مذهلة زي الأمور مشيت بأفضل بكتير مما كنت أتصور أو أتوقع. صحيح أنا لسه في النقاهة ومش أقدر على طول اليوم، حتى أغيب شوية وأرجع تاني، لأني مفروض أن أنا يعني 4 أسابيع أبقى مؤدب. أنا مش مؤدب قوي لغاية دلوقتي، هحاول أبقى مؤدب وأراعي تعليمات الأطباء قدر الإمكان، لكن شكر من قلبي فعلا كل الناس اللي صلت واتصلت وبعتت رسائل بكل أشكالها وكل أنواعها واللي جات وزارت. أنا عارف إن عدد كبير لم يتح له الفرصة لكده، إحنا ما حبيناش نشغل الناس بأمر ممكن يبقى مش خطير للدرجة دي، لكن محبتكم وقلوبكم وصلة وفرقة بشكل غير عادي. نحس إن عندي عيلة جميلة بتعرف تحب وبتعرف تصلي وبتعرف تقف جنب بعضها في الوقت اللي نحتاج فيه بعضنا بعض. ألف 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 شكر وتحية من القلب لكل الأحباء. الحقيقة كل ما بنسافر في كل حتة بنكتشف إن إحنا مش لوحدنا هنا، يعني بالذات الجمعة الصبح والحد بعد الظهر والاثنين إحنا مش لوحدنا، في ألوف من الناس بتصلي معانا ومعتبرة أنها قلباً وقالباً متحدة مع هذه الكنيسة في أشواقها وأحلامها وأمانيها وصلواتها ورسالتها. فربنا مدينا عيلة كبيرة جداً معانا قلباً وقالباً بالصلاة، وليهم ببعت هذه التحية من هذا المكان. حرى كلمات قليلة، وزي ما قلت إن ده مؤتمر صلاة، فأنا مش هنتكلم ونصلي ونتكلم ونصلي، فإحنا كده زي يوم الاثنين كده، بس يومين من النوع ده وهو وطالع. اسمحوا لي في البداية أقرأ كلمات الصلاة التي صلاها المسيح من أجل الكنيسة في إنجيل يوحنا وأصحاح 17. يوحنا 17 الباراجراف الأخير. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، الـ 12 الموجودين أو الأكثر من كده شوية مع النساء، بل من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم عبر كل العصور. رسالة الإنجيل اللي حملوها التلاميذ أتت بالملايين،
لأجلهم أنا أصلي، من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحد كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونهم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحدا كما أنا نحن واحد، أنا فيهم أنت في، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. أيها الأب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونوا معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. أيها أب البار، إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. ساعدنا رب النهاردة أن نحقق شوق قلبك ده، ساعدنا أن ننفتح أمام روحك النهاردة ويعمل فينا، لترى صلاتك مستجابة في خضوع وخشوع. نأتي أمامك يا رب، قدنا أنت اليومين دول من فضلك، املأ عيوننا بيك بجلالك وبجمالك، املأ أفواهنا بصلوات مقدسة بالروح القدس نصليها في محضرك. أعطنا هذا الحب، هذا الحب ليكن المسيح بالحقيقة متجسد فينا، في اسم المسيح أمين. الصلاة دي بتعبر عن شهوة قلب المسيح من نحو الكنيسة، الذين يؤمنون بي بكلامهم. كل مؤمن آمن بالمسيح ربا ومخلصا، هذه هي صلاة المسيح. عادة بنركز في الجزء ده على الوحدة 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 الوحدة، وحسيب ده شوية، وحقف عند ثلاث عبارات قالها المسيح في هذا الجزء وهو بيصلي. بيقول أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، مجدني عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله. هذا المجد الذي للابن الوحيد، الكلمة لوغوس، الذي به كان كل شيء، أنا أعطيتهم هذا المجد. لم يعطنا فقط نفسه، لكنه أعطانا مجده. مجده هو يستحق هذا المجد، إحنا نستاهله بعملنا ده. العبارة الثانية اللي بيقولها، وأنك أحببتهم كما أحببتني. من شوية في أصحاح 15 بيقول كما أحبني الآب أحببتكم أنا، وبعدين هنا بيقول ده مش بس كده، ده الآب زي ما حبني حبكم، أنا حبيتكم زي ما الآب أحبني. وعايز أقول لكم كمان أن الآب يحبكم بنفس المقدار وبنفس الكيفية التي بها يحبني. عبارتين مذهلتين. عشان ايه؟ ايه اللي عايزه من ورا كده؟ ايه اللي عايزه من ورا هذا الاعلان ان مجدك يكون لنا، وان الاب يحبنا بهذا المقدار، وانك انت تحبنا بهذه الكيفيه العجيبه؟ قال ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. عايز تشوف إيه فينا يا رب؟ عايز لما تبص لينا كأفراد وكنيسة تلاقي إيه؟ تلاقي إيه؟ إيه اللي يشبع قلبك؟ إيه شهوة قلبك من نحو كنيستك؟
أن يكون فيهم هذا الحب اللي الآب أحبهم به، اللي أنا حبيتهم به، يكون فيهم الحب ده، وبالطريقة دي أكون أنا فيهم. ده اللي هيجسدني في وسطهم، ده اللي هيعلن لي، هيعلن عني في وسطهم للعالم كله، أن يكون فيهم هذا الحب. في رأس السنة، السنة دي قلنا إحنا بنصلي لسنة آيات وعجائب، وقلنا أن المعجزة الأولى، أعظم معجزة، هي معجزة الحب. دي معجزة المعجزات، دي الآية التي لا يستطيع أحد أن يصنعها إلا الله الحي الواحد الحقيقي والابن المبارك إله الحب، الله المحبة، وحده يقدر يصنع هذه المعجزة. وهو ده بيقول شو قلبي، أنا عايز أحط فيهم هذا الحب، الحب اللي أنا حبيتكم به، الحب اللي الآب بيحبكم به، الحب اللي يعطي ذاته ومجده ويسكب للموت نفسه. هذا الحب هو اللي أنا عايز ألاقيه فيكم. وإحنا في بداية اللقاء اليومين دول، الفقرة الأولانية دي، عايزين نقف تاني، نقف تاني ونتجاوب مع هذه الدعوة كأفراد، كعروس، ككنيسة، ونديله فرصة للمعجزة دي، لشهوة قلبه أن تتحقق فينا. عايز أخدكم في ثلاث زوايا للحب. الحب بيعبر عن نفسه إزاي؟ بيبان إزاي؟ حاجات كتير، بس هاخد ثلاث جوانب، وكل جانب عايز نصليه مع بعض، ونسيب ربنا يعمله فيا وفيك وفينا ككنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. الحب أولا شوق وحنين للقاء. بتحب حد؟ بتعايز إيه؟ عايز تقابله. ولما بتقابله بتستمتع بلقائه، وتبقى مش عايز إيه؟ تسيبه، صح كده؟ لما تكون بتحبه، صح؟ فكر في حد كده بتحبه قوي، يمكن يبقى جوزك يعني، يمكن يعني أو يمكن يبقى ابنك أو بنتك، أو بقى أصعب أكتر حاجة بقى، يبقى حفيدك، صح كده؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي على الحنين، صح؟ أنا شايف الجدود هنا وجوههم أشرقت أول ما جبت سيرة الحفيد، وبالذات لو حفيدة كمان، يعني يا لهوي يا لهوي يا لهوي. الجدود بيبقوا بيدفعوا أي تمن لأولادهم عشان يجيبوا إيه؟ أحفادهم، يعني بيرشوهم وبيرشوا العيال عشان يزنوا على أهليهم إنهم يروحوا عند تيتا، صح؟ صح صح، وبنبوظ أخلاقهم طبعا في سبيل اللقاء. لما تحب حد تعايز تقابله، ولما تقعد مدة ما تقابلوش مش بتقعد تلوم نفسك وتلومه، أول ما بتشوفه بتقول له إيه؟ وحشتني وحشتني وحشتني. داود كتب كتير، عشان كده دايما بنقول داود ده عرف يحب ربنا، مع أنه مقاتل وفي العهد القديم، ويعني عنده حاجات كتير قوي تخليه ما يعرفش قوي يحب زي ما احنا مفروض نحب النهاردة، لكن كتير كتب العبارات ديت. مزمور 27 بيقول كده: واحدة سألت من الرب، ايه ألتمس؟ أن أسكن في بيت الرب، عشان ايه؟ عشان أنظر إلى جماله وأتفرس في جلاله. عايز اشوف الجمال والجلال، انا عايز اروح هناك والبد هناك. اصله حلو قوي، بس جماله لا يوصف وجلاله مهيب، وكل ما بغيب عن المشهد ده ببقى بقول لروحي زي ما بيقول في 42:
كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه تشتاق نفسي إليك يا الله. أقول متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ إمتى؟ مش الخلوة تبقى عبء وبقى أخذ الخلوة عشان ربنا ما يزعلش مني، واخد الخلوة عشان خاطر لما اروح المجموعة بتاعتي اقول ما انا خدت الخلوة، وعشان خاطر لما الوعاظ يقولوا بتاخدوا الخلوة لا بقى باخدها انا باخدها. لا 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 لا، ده انا بشتاق الى اللقاء، ده انا بستمتع بالوجود في محضره، وان انظر الى الجمال والجلال واشبع تحت ظله اشتهيت أن أجلس. ليه؟ ثمرته اللي نازل من حلقه حلاوة، كله مش بس كلامه اللي بيقوله لي وأنا قاعد معاه، مش بس نظرة عينيه اللي مليانة بالحب، مش بس لمسة إيديه المثقوبة اللي مليانة بالحنان، مش بس حضنه المتسع اللي بيدفئني، لا ده كله حلاوة. الحب شوق للقاء، ولأنه حلو قوي 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 لما بغيب عنه بشتاق له، ولما بشوفه من بعيد بعمل ايه؟ بطلع اجري وارمي نفسي في حضنه واستخبى فيه. في عيد الأم ولادنا جم، وبالتالي الأحفاد عشان خاطر يعيدوا على إيمان، وقضوا وقت معنا، وأنا بسبب العملية مش بقدر أقعد وقت طويل كده قاعد، لازم أخش كل شوية يعني أنام على السرير وأتمدد. فبعد شوية قلت لهم سوري أنا لازم أخش الأوضة ويعني أفرد جسمي، وبالذات كمان كان عندنا يومها اجتماع في القاهرة الجديدة، فقلت لهم أنا لازم أريح شوية. حفيدي الصغير تربطني بيه علاقة غرامية عجيبة لغاية دلوقتي إحنا مش فاهمين سرها، لكن حاجة إلهية كده من عند ربنا. فهو أول ما جه في الزيارة طلع جري عليا طبعاً، وراح واخد الحضن بتاعه، وبعدين تعالى نلعب مع بعض. طب أنا مش هقدر أقعد على الأرض المرة دي، فزي بعضه وبعدين كل شيء يقول لي طب جرب المهم يعني. وبعدين أول ما قلت أخش الأوضة وأقعد شوية جوه وأقفل عليا، راح قال لهم فين جده؟ هو مش مسميني جده، مسميني اسم تاني. فقال له دخل يريح شوية. فقال لهم طيب ممكن أخش معاه في السرير وأريح معاه ومش هتعبه خالص ومش هعمل أي حاجة شقاوة. فقال له ماشي. فرح داخل الأوضة ودخل معايا تحت اللحاف ودخل معايا في السرير وقعد معايا، وطبعا هو في ركيكه فمش قادر، عمال يلف ويحرك ويفرك، وكل شويه يقول لي طب اديني حضن. فانا واخدين حضن جامد قوي، وبعد شويه زهق طبعا، قال لي ما نقوم بقى نلعب. فقلت له انا تعبان فمش قادر. قال لي انا كمان تعبان مش هقدر. قلت له ليه يا حبيبي؟ قال لي ما نمتش كويس امبارح. وعايز يفضل معايا معنا ما بنلعبش، ما مش حقيقة مسلية، ما بناكل شوكولاتة وإحنا في السرير يعني، لكن حسيت الود ده بيحبني. لا 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 الود ده بيحبني. لا 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 عايز يبقى معايا حتى وإحنا مش بنعمل حاجة. ولما أقوله تعبان يقولي وأنا تعبان، أنا مش قادر أقوم ولا أنا هقدر أقوم، أنا لازق لك. يا ترى لسه عندنا هذه الأشواق للقاء المسيح؟ يا ترى لسه عندنا هذا الحب نجري عليه؟ نجري عليه. أقول متى أجيء وأتراءى قدامه؟ مزمور 63. يا الله إلهي أنت عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك
جسدي في السهد ألهك بك، التصقت نفسي بك، يمينك تعضدني. بتكسف من حفيدي، ترى أنا عندي نفس الشوق والحب ده لسيدي اللي حبني للمنتهى، اللي بيشتاق لي طول الوقت، اللي بينادي عليا للقائي وأنا كتير مشغول عنه وملهي عنه. شوقه ليا يفوق شوقي أنا ليه. معقول؟ معقول؟ اسمحوا لي نقف مع بعض. عايزين نجدد الأشواق ديت النهاردة، أنا وإنت وإحنا ككنيسة. مش الشوق للاجتماعات، الشوق ليه، للقائه كأفراد في خلوتنا وللقائه كجماعة كعروس جاية. مش هنسمع فلان أو علان بيوعظ، إحنا مشتاقين للقاء الحبيب، إحنا عايزين نرى جماله، إحنا عايزين نشبع من محبته، احنا عايزين نحط عينينا في عينيه ونغوص في العينين ديت، احنا عايزين نرمي نفسنا في حضنه ونستدفئ بهذا الحب، احنا عايزين ايديه الحانيه تلمس قلوبنا البارده وتشعلها من جديد حب واشواق. ادنو اليك ارتاح، تقابلني وتلاقيني بالافراح، ولما ابكي مش ببكي جراح، لا لا، ببكي حنين وببكي حب وببكي شوق. ادنو اليك ارتاح، ادنو اليك ارتاح، تلقاني بالافراح يفيض دمع العين حبا وليس جراح. وقلبه كله حنان
بنعبر عن صلاتك. خليك واقف قدام ربنا، نفسي ناخد وقت كلنا نصلي. حط عينك عليه وقل له وحشتني وحشتني. ما تقعدش تعتذر عن الوقت اللي فات قبل كده، بس قل له وحشتني، وحشني الحضن ده، وحشتني الرؤية دي، وحشت إني أجلس أمامك وثمرتك حلوة لحلقي. وحشني نشوف الجمال والجلال ده وأسبب الحب ده. اديني النهاردة يا رب أشواق جديدة، اديني أشواق جديدة، اديني أشواق جديدة للقاء، اديني أعطش وجوع ليك. صحي في الأشواق من جديد، القلب فاتر محتاج ليك. صحي فيا الأشواق من جديد، أنا جاي لحضنك دي الراحة فيه، وانزع كل شك فيا واطلق نفسي في الحرية، وانزع كل شك فيا واطلق نفسي في الحرية، وازرع فيا تاني جذور تثبت فيه. صحي فيا الأشواق من جديد، صحي فيا الأشواق من جديد، ساعدني أشوفك بعيون جديدة. صحي فيا أشواق من جديد، وفي حياتي تبقى حقيقة، وأعرف المعنى لأيامي، وأبني معاك عمري وأحلامي، وأعرف المعنى لأيامي، وأبني معاك عمري وأحلامي، وتكون لي الأب وتكون الصديق. صحي فيا الأشواق من جديد، صحي فينا الأشواق من جديد، احنا كنيستك وانت عريسنا. صحي فينا الأشواق من جديد، وفي انتظارك شوق نفوسنا، يرجع نور حقك دستورنا، يرشد خطواتنا يغيرنا، يرجع نور حقك دستورنا، يرشد خطواتنا يغيرنا، ويجهزنا للقاك القريب. صحي فينا الأشواق من جديد، صحي فينا الأشواق من جديد. عايزك تقعد، خد وقت، خد وقت في بداية رحلة اليومين دول، صلي الكلمات دي جواك.
أمين. اسمحوني أخذكم لبعد تاني. الحب يعني إيه؟ وبعدين هناخد وقت نصلي كله كمان على بعضه. الحب يعني إيه كمان؟ الحب يعني أولوية. أولوية. أولوية في المكانة، أولوية في الأهمية، أولوية في القرارات. في الحب مش بس أشواق للقاء، استمتع فيها باللي بحبه، لكن الحب بيخلي الشخص ده أولوية في حياتي، أولوية في حياتي. في رأيي اللقاء اللي تم في نهاية إنجيل يوحنا أصحاح 21 بين المسيح وبنطرس، لما سألوا السؤال ده، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ هو سؤال الأولوية، لأنه أكيد ما يقصدش بتحبني أكتر ولا الناس دي بتحب، أنت أكتر واحد بتحبني فيهم، أكيد ما كانش قصده كده. أتحبني أكثر من هؤلاء؟ يعني أنت بتحبني أكتر ما هؤلاء بيحبوني؟ عمر المسيح ما دعانا أن نقارن نفسنا بالآخرين، بالعكس، بالعكس. لما قالوا له من يجلس عن يمينك وعن يسارك ومين الأعظم فينا، قال له ما تفكروش بالطريقة دي، أكيد ما كانش ده قصده. قصده الحاجة التانية، بتحبني أكتر ما بتحب هؤلاء، بتحبني أكتر ما بتحب هؤلاء. هل أنا المحبة الأولى في حياتك؟ وده الكلام اللي قاله برضو المسيح لملاك الكنيسة في رؤية 2. وأفتكر برضو إحنا بنسيء فهمها لما قال له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. محبتك الأولى يعني زي ما كنت بتحبني زمان. ما افتكرش إن كان قصده برضو. لما بتعرف المسيح الجديد قلبك بيشتعل حبا للمسيح، بس دي مش أعظم حب للمسيح، لأن بتبقى ساعتها الحب اللي هو مليان إحساس بالجميل إنه خلصك وغفر خطاياك، لكن مش دي المحبة الأولى. أفتكر تركت محبتك الأولى بنفس المعنى، هو أنا الأول؟ هو أنا المحبة الأولى؟ أنا عايزك تحب الناس يا بطرس، والعكس إذا حبتني هترعى خرافي وهتهتم بالناس وهتضع نفسك من أجلهم، بالعكس. بس أنا المحبة الأولى، المحبة الأولى. ده عهد الجواز إن مراتي تبقى كبشر هي المحبة الإيه؟ الأولى اللي في حياتي، صح كده؟ وما أحبش حد أكتر منها، ده الجواز، ده عهد الزواج، صح؟ صح ولا غلط؟ كما أحب المسيح الكنيسة. ففي العلاقة الإنسانية المثل هو العلاقة الزوجية، إني بحب الست دي أكتر من أي حد تاني في الدنيا، أكتر من نفسي، أكتر من نفسي. أحب المسيح الكنيسة، أسلم نفسه من أجلها، فهي بقت عندي أهم مني وأهم من الولاد، خلي بالكم. وده اللي الولاد عايزينه، إن مراتي عندي تبقى أهم منهم. ده اللي طلعهم أصحاء وشبعانين حب، لأن بيحبوا أمهم اللي جابتهم للحياة. المحبة الأولى معناها أنت رقم واحد عندي، دي مكانتك، دي مكانتك، دي رتبتك. هو يستاهل أن يكون المحبة الأولى في حياتي؟ هو يستاهل؟ إذا كان أنا بقيت المرتبة الأولى عنده، أحبني وأسلم نفسه من أجلي، أحب الكنيسة وأسلم نفسه من أجلها، أنا بحبه معناه هو المكان. من أحب أبا أو أما أو أخانا أو أختا أكثر مني فلا يستحقني. ليه؟ عشان أنا بحبك كده، وعشان لو دي مكانتي عندك هتعرف تحب الباقيين صح.
هتعرف تحب مراتك وهتحب أولادك وهتعرف تحب أعدائك حتى. فهل ربنا المكانة الأولى في حياتي؟ المكانة الأولى في الكنيسة؟ الكنيسة تلتف حولين المسيح، لا فلان ولا علان، لا متكلم ولا واعظ ولا مرنم، لا لا لا، مسيح العريس المكانة الأولى. البناء عنها الطاعة سهلة جدا، أنا بطيعه لأني مش عايز إرادتي، أنا عايز إيه؟ إرادته، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. مش بفصل معاه عشان يعمل لي اللي أنا عايزه، أنا يا كنيسة مش بفصل مع ربنا عشان يعمل لنا اللي إحنا عايزينه. إحنا بنروح نقول له هو أنت عايز إيه؟ إحنا عايزين نعمل لك اللي أنت عايزه، لأن إحنا مش عايزين ما نريد، إحنا عايزين ما تريد. ليه؟ لأن مكانتك عندنا المكانة الأولى، قبلية، أنت قبلية، أنت قبلية، أنت قبلية. بالضبط في الجواز لما روح مراتي يقول لا أنت عايزة إيه؟ تقولي لا أنت عايزة، أقول لا أنت عايزة إيه؟ تقولي لا أنت عايز إيه؟ لأن أنا عايزها تكون المكانة الأولى وهي عايزاني أكون المكانة الأولى. وكل واحد مش قادر يقول هو عايز إيه، لأن لو قال هو عايز إيه التاني هيعمله، فأنا عايز أسمع منها هي عايزة إيه عشان عايز أعمل لها اللي هي عايزة، وهي عايزة تسمع مني أنا عايز إيه عشان هي عايزة تعمل اللي أنا عايزه. هي دي الطريقة اللي بنتخانق بيها في البيت، ولا بنتخانق بطريقة عكس كده؟ بالظبط إحنا بنعمل مع ربنا عكس كده، إحنا عايزين نمشي ربنا على مزاجنا، وإذا ما عملناش اللي إحنا عايزينه نزعل منه، صح؟ الحب معناه المكانة الأولى. يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ عندي عليك أنك لم تجعلني المحبة الأولى في حياتك، أنا بقيت نمرة اثنين أو ثلاثة بعدك، بعد شغلك، بعد بيتك، بعد رغباتك. القصة بتاعت يوسف قصة صادمة الحقيقة، صادمة. عبد لفوتيفار، مرات فوتيفار عجبها الواد، شكلاً وأخلاق والرب معاه وكل ما يصنعه مبارك، عجبها الواد، فتقول له تعالي نلعب مع بعض، يقول لها ما بلعبش، تعالي نلعب ما بلعبش. فألحت عليه، انت ملكي، انت عبدي، اوديك في داية. يقول لها كيف أصنع هذا الشر العظيم وأختي؟ يا الله، أنا مش خايف من فوتيفار جوزك، مش خايف منك، أنا في حد كبير عندي ما أقدرش أزعله، ما أقدر، ما أقدر، أعمل اللي أنت عايزة. الله يسوع المحبة الأولى في حياتي، عايز إرادته، عايز مشيئته، عايز اللي هو عايزه، عايش عشانه، عايش عشانه، مش معيشه معايا عشاني، عايز أعمل اللي هو عايزه، مش عايزه يعمل لي اللي أنا عايزه. أتحبني أكثر من هؤلاء؟ سؤال مهم عايزين نراجع نفسنا فيه تاني، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، الحب اللي بذل ابنه، الحب اللي بذل نفسه، الحب اللي ضحى بكل حاجة شاني، شاني اللي من أجل السرور الموضوع أمامه أنا وإنت احتمل الصليب مستهينا بالخزي. ده منطق الحب الإلهي، إن أنا عنده أغلى منه،
يا ترى هو عندي أغلى مني؟ خلونا نقف نصلي. خلينا نصلي كلمات الترنيمة. أتحبني؟ 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 عايز أجاوب أنا وإنت النهاردة، وعايز نرجع جدول الأولويات بتاعتنا. في حاجات لازم تنزل في السلم وحاجات لازم تطلع. الترتيب لازم يتغير جوايا. حاطط نفسك فين؟ حاطط شغلك فين؟ حاطط كرامتك فين؟ حاطط رغباتك فين؟ وحاطط المسيح حبيبك ومخلصك فين؟ أتحبني أكثر من كل الأشياء؟ أتحبني أكثر من كل الناس؟ أنا الحب الأول في حياتك يا سمعان. أتحبني؟ 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 أكثر من هؤلاء من قلبك والأحشاء، وإن أنكرتني سأظل واقفا هنا منتظر الرجوع. إني رأيت الدموع ولا تنسى أني أحبك ومخلصك يسوع. أكثر من هؤلاء من قلبك والأحشاء، وإن أنكرتني سأظل واقفا هنا منتظر الرجوع. إني رأيت الدموع ولا تنسى أني أحبك ومخلصك يسوع. أتحبني؟ أتحبني؟ أنا وإنت لازم نجاوب النهاردة. أتحبني؟ 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 لا تخجل من أثام أو تخشى من ظلام، من نظر لاستنار وبدلت رمادا بجمال. فإن فسد الوعاء أو إن فقدت الرجاء، ففتيلة لا أطفئ فأنا الألف والياء. لا تخجل من أثام من ظلام، من نظر للصنار وبدلت رمادا بجمال. فإن فسد الوعاء أو إن فقدت الرجاء، ففتيلة لا أطفئ فأنا الألف والياء. مش فارق أنت واقف فين، مش فارق. بطرس في اللقاء ده كان لسه أنكر وخان، مش فارق. بس اختياري أني أحب مش متوقف على حالتي وقدستي. اختيار الحب واقف على إرادتي. إرادتي أنا عايز أحطه فين؟ أنا بختار أحطه فين؟ ما تبصش على اللي فات، ما تبصش على عمايلك، بص على مكانته عندك. بص عند مكانته عندك. نقول تاني العدد ده، لا تخشى من أثام. بص في قلبك النهاردة، أنت عايز تحطه فين؟ أنت عايز ترتبه فين في ترتيب حياتك؟ لا تخجل من أثام
أو تخشى من ظلام من نظروني استنار وبدلت رمادا بجمال فإن فسد الوعاء أو إن فقدت الرجاء ففتيلة لا أطفئ فأنا الألف والياء لا تخجل من أثام أو تخشى من ظلام من نظروني استنار وبدلت رمادا بجمال فإن فسد الوعاء أو إن فقدت الرجاء ففتيلة لا أطفئ فأنا الألف والياء أحبك 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 فلا أقدر إلا أن أكتب سجودا يا حبيب من كل قلبي من كل قدرتي فحبك أسرني وأذاب قساوتي خذني عند الصليب حيث الدم السكيب فلا أقدر إلا أن أكتب يا حبيب أحبك 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 المرة دي عايزك تصلي مع حد مع اللي جنبك مع اللي وراك مع اللي قدامك نقي حد كده عايزك تصلي معاه ولو كان ربنا نزل في الترتيب كده قول يا رب سامحني أنا جاي رجعك تاني المحبة الأولى أنا جاي بختار النهاردة صلي مع حد صلي مع حد عشان تعرف تتواضع وتعترف بأي لخبطة في الترتيبات في حياتك قولها من قلبك النهارده بحبك احبك 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 المحبه الاولى احبك المكانه الاولى احبك الاختيار الاول احبك اكتر من كل الناس وكل الاشياء مفيش اغلى منك مفيش اعز منك مفيش اجمل منك مفيش احلى منك ما فيش حب تاني تحبيت بيه زيك المحبة الأولى محبة الأولى المكانة الأولى الهيبة الأولى
رتب أوراقك النهاردة صح. من أحب أي أحد أكثر مني أو أي شيء أكثر مني لا يستحقني. أنت ما تعرفنيش يا ولدي ولا تعرف الحب اللي أنا حبيتك به ولا تعرف مكانتك في قلبي. تستاهلش غير انك تكون الاول وقبل كل حد وقبل كل شيء. ما تستاهلش غير انك تجلس على عرش قلبي وحياتي. اصلك الالف والياء، اصلك البدايه والنهايه، اصلك ربي ومخلصي، ابويا وصديقي ورفيقي. مش كرم مني ولا أخلاق مني يا رب أختارك تكون الأول. ده امتياز وشرف ما استهلوش. إنك تكون قبل كل شيء وقبل كل حد، تاخد مكانتك في عينيا بجمالك وبجلالك بروعتك وبهائك. أيوة أختارك النهاردة
أنا وإخواتي، أنا وعيلتك يا رب، وترجع تاخد مكانتك الحقيقية في حياتنا، في بيوتنا، في أشغالنا، في أفكارنا، في طرقنا، في أوقاتنا، في أموالنا، في صحتنا، في كل حاجة، تبقى الأول قبل كل شيء، قبل كل شيء. قول معايا تاني: بختارك 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 تكون الأول وقبل أي شيء، علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق. بقدم نفسي ذبيحة حياني مقدسة ومرضية أمامك، وبكسر كل طيب عند رجلي، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. بقدم نفسي ذبيحة حياني مقدسة ومرضية أمامك، وبخسر كل طيب عند رجلي، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان أنت الحياة والحق وأنت تكون الأول وقبل أي شيء، علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق. برجع عن كل إله عبدت معاه، وعلى سلطان على قلبي الواحد، روحك يشفي ارتداد القصد سنين، ويعود يصنعني إناء يحمل مجد. برجع عن كل إله عبدته معاه، وعلن سلطانك على قلبي الوحدة، روحك يشفي ارتدادي قدسني، ويعود يصنع لي إناء يحمل مجدك. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق. تكون الأول وقبل أي شيء، علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق. أمين أمين. تفضل، خليني أخدكم للخطوة الثالثة أو البعد الثالث اللي على قلبي النهاردة أشارككم فيه. لما تحب حد، لما تحب حد تشتاق له، ولما تقابله بتتلذذ بيه. تلذذ بالرب يعطيك سؤل قلبك. وربنا حلو كده. ذوقوا وانظروا ما أطيب، ما أطعم، ما أجمل الرب. لما تحب حد تحطه في مكانه بتاعته، يبقى قبلك، يبقى قبل كل شيء. لكن الحب كمان معناه أنك عايز تبسط اللي أنت بتحبه، عايز تبسطه، وعايز تبسطه معناه وجهتين: مش عايز تزعله، وعايز تبسطه. تزعل قوي لو زعلته، تنبسط قوي لو بسطته. فرحتك أنك تشوفه مبسوط، سعادتك أنك تشوفه مبسوط. فاكرين كده لما
في الكريسماس أو في عيد الميلاد ونجيب هدايا لأولادنا، وبعدين يصحوا بالليل ولا الصبح بدري وبعدين يفتحوا الهدايا ونبقى نتفرج عليهم هم مبسوطين كباء، وإحنا نشوف أولادنا هم مبسوطين، تبقى بالدنيا كلها عندنا عشان بنحبهم، عشان بنحبهم. لما تحب حد تحس تبسطه، مش عايز تنبسط بيه تتلذذ بيه، لا لا، تحس تبسطه، تبسطه. وأكيد مش عايز تزعله. وهنا المشكلة بقى، إحنا كتير قوي مش عايزين نزعل ربنا، بس إحنا مش عايزين يزعله مننا. إحنا مش فارق معنا يزعل ولا لا، إحنا فارق معنا إيه؟ يزعل إيه؟ مننا. مش عايز يزعل مني، لأن لو زعل مني أنا في ورطة. فأنا المهم عندي ما يزعلش مني، يزعل بقى ما يزعل في أمور الدنيا التانية، ما أنا ماليش دعوة يزعل، بس المهم إيه؟ ما يزعلش إيه؟ مني، عشان ما ياخدش مني موقف بقى وأنا محتاج له. ده الحب صح؟ دي الأنانية. تحب حد مش عايزه يزعل، مش عايزه يزعل، بالذات بقى لو أنت عارف إنه ما بيزعلش مننا أبدا. كارثة، كارثة الحكاية دي. ما بيزعلش مننا مهما عملت، مش يزعل منك عشان بيحبك. إحنا لما أولادنا بيزعلوا بنزعل منهم، إحنا لما زوجاتنا بيزعلوا بنزعل منهم، إنت لما جوزك بيزعل تزعلي منه. فانتوا فاكرين لما بنغلط في حق ربنا، ربنا بيعمل ايه؟ بيزعل مننا. ما بيزعلش مننا، ما بيزعلش. بس مخه كبير وقلبه كبير، مخه كبير وقلبه كبير، قصده كبير، ومش مش ضيع كده زينا، وما عندوش الكبرياء اللي بيجرح كرامته، وما عندوش الأنانية اللي بتخليه يفكر في نفسه. بيزعل، بيزعل، بيزعل جدا. وحزن الله وتأسف في قلبه عشان اللي عمله الإنسان في نفسه وفي أخوه، مش اللي عمله فيه. لما تشوف ابنك هو بيدمر نفسه بالمخدرات ولا بالمواقع الإباحية تبقى حزين، مش منه، حزين عليه. فيما يحزن قلب الله، فيما يحزن قلب الله. بس المشكلة إن مش بيحزن مننا، بيحزن علينا، بيحزن على الناس اللي حوالينا. واحنا بنتفرج على العالم النهاردة وهو بيذبح بعضه بدماء باردة، الشباب هو بيعتدي على البنات وعلى شرفهم بدماء باردة، والأطفال وهم بيتخطفوا وتتباع أعضائهم. ربنا يبص على المنظر ده، نمالي تفلقوا صح. وحزن الله وتأسف في قلبه. نظر يسوع إلى أورشليم وبكى عليها. آه لو كنت تعلمين ما هو لسلامك. تحب حد مش عايزه يزعل، عشان كده أنا مش بغلط مش عشان خايف يزعل مني، خايف على مشاعره. وأنا بساعد الناس، أنا بساعد الناس عشان هو حزين عليهم. أصلي بحبه فمش عايزه حزين، بالعكس انا عايزه فرحان. ايه اللي بيفرح قلب ربنا؟ ايه اكتر حاجه تفرح قلب ربنا؟ ايه اكتر حاجه الكتاب قالها لما بتحصل ربنا بيزقطط، بيزقطط. في حاجات كتير بتفرح قلب ربنا صح؟ لما بيقابلك بيفرح بيك، هو لما بيقابلك بيفرح بيك. يلذ له نشيدي، يلذ لما بنرنم ربنا بينبسط، بينبسط مش عشان بنسليه، بينبسط بينا، بينبسط بينا عشان بيحبنا. فربنا بيفرح بينا، بيفرح بأولاده. لكن ايه اكتر من ان يفرح بأولاده؟ ايه حاجة تفرح ربنا اكتر من فرحه بأولاده وهم مجتمعين مع بعض وبيصلوا بيرنموا متعزين ومتباركين وهو في وسطهم؟ ايه اكتر حاجة تفرح قلب ربنا؟ ردوا عليا،
خاطي واحد يتوب. أكثر من 99 بار متعزين بيرنموا. لما بحب ربنا يبقى قلبي إني أشوف خاطي يتوب. بغيرة قلبي إن أرد نفس ضالة وإن يصلي بدموع من أجل البعيدين ليرجعوا، عشان السماء تفرح. واحد في أيام الحصاد وإحنا بنشوف الناس تيجي ربنا، يا لهوي عملية منعتني اني اقدر اروح اسيوط، بس كنت بصلي اقول يا رب اعمل في اسيوط اللي ما عملتوش معانا، وانا بقى مش موجود حاجة رائعة، بقى انا كمان مش موجود، ولا اسمنا موجود، ولا احنا خلف الستار، اعمل حاجة عجيبة تليق بيك. وانا بتفرج بشوف الناس جاية بالمئات وبالالوف قدام، مش عايز تروح، دموع في عينيها تبكي تبكي. اخوة الخدام اللي كانوا موجودين وراحوا، حد منهم بيقول انا كنت بصلي مع خمسة خمسة، ماهر انور هنا، خمسة خمسة حط ايدي حواليهم، انت تايب يا واد؟ اه تايب يا بنت؟ اه عايز ربنا؟ اه صلي 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 صلي. الكنيسة لو فقدت أشواقها لربح النفوس فقدت حبها للعريس. الزوجة التي تحب زوجها نفسها تعمل له إيه؟ تنجب له بنين وبنات، عايزة تجيب له عيال، عايزة تجيب له عيال، ده اللي بيفرح قلب. والكنيسة التي تحب المسيح شوق قلبها أن تنجب له كل يوم بنين وبنات، بنين وبنات، عشان عارفة إني فرحة قلبه. وإذا فقدت الكنيسة هذا الشوق وهذه الغاية وهذا الهدف وهذه الأولوية أن يكون الخاطي أهم من البار، يبقى فقدت حبها للمسيح. لسه جوانا هذه الأشواق ككنيسة كأفراد، أن نرى ألوف ألوف وربوات ربوات، أن نرى أمة وشعب ترجع، ونرى فرحة قلب العريس بكل نفس على حدة كم بالحري بألوف ألوف وربوات. كل تفكيري في نفسي أن يتعزى وتشجع وتبارك وعيش مع ربنا واستمتع به حب، أنه أولوية في حياتي وسيدي وتاج راسي وأمره غير unnegotiable، مش 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 بعارض، مش بفاصل، مش بفاصل حب، بس عايزه، عايز أشوفه فرحان، عايز أشوفه بيمسح الدمعة من عينيه وهو بيبص لعالم ضايع وناس تذهب للجحيم، وأنا وإنت نستطيع بنعمة الله أن نفتح أبواب الجحيم. بيقول أبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأن ننتشل من الجحيم ألوف ألوف وربوات ربوات. ده أكثر ما يفرح قلب العريس. الغيرة المقدسة اللي عايزة تشبع قلب الحبيب، مش شرط أعملها بنفسي، بالعكس فرحتي المرة دي وأنا بتفرج على مهرجان أسيوط اللي عملته الكنيسة في أسيوط، الحقيقة مش حصدت على الصدوارة،
اطلقني حرا. كنيسة في أسيوط 15 كنيسة تجمعوا مع بعض وجمعية خلاص النفوس. احنا وقفنا معهم نسندهم ونشجعهم. فرحتنا ان ربنا بيستخدم الكنيسة انها تخرج برا الأسوار وتشوف الناس بتيجي شباب شباب ولاد وبنات زي الورد ودموع في عينيهم راجعين بتوبة. أوقفكم مرة تانية، تعبتوا من الأعاد صح؟ في الجاليري تعبوا من الأعاد من زمان قوي. أي حد تحت سن الستين ومش عامل عملية زيي ممكن يقف، أي حد فوق الستين أو عامل عملية ممكن يقعد، لكن أي حد تحت الستين مش عامل عملية أدعوه يقف. املأ قلبي بحب ليك يا رب، خليني عايزك مبسوط. صعب علي زعلك قوي وعزيز علي أفرح قلبك قوي قوي قوي. عزيز علي أشوف عينيك دموع على ناس ضيعة، وغالي علي قوي أشوفك وإنت بفرح وبتهلل تحتضن الناس اللي رجعة 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 للبيت رجعة للبيت. صح فينا الحب ده تاني يا رب، الحب للبعيدين عنك، الحب للضال والمفقود والمجروح والمسبي والمأسور، للزاني والفاجر، للمدمن والملبوس. حب تاني يا رب من أجلك من أجلك من أجلك.